زي ما حضراتكم شايفين هذه هي صالة الأمير عبدالله الفيصل، وخلينا نروح لمراسلتنا العزيزة مريم سميح عشان تقول لنا كما عودناكم دايما أجواء ما قبل المباراة. مساء الخير عليك يا مريم، اتفضلي. مرحب بيك يا كابتن هيثم، مرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن محمد صلاح وكابتن كريم جمعه، مرحب بكل متابعي ومشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلت من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل من مقر النادي الاهلي رئيسي بالجزيره، ودقائق قليله بتفصلنا عن مباراه الكوارتر فاينل النادي الاهلي والشرطه الرواندي. طبعا بعد ما اكيد النادي الاهلي قدر ان هو يحقق الفوز بنتيجه 3-0 في كل جولاته الماضيه، خليني اقول لك طبعا يا كابتن هيثم، يمكن انت كنت بتتكلم عن قدامى اللاعبين اللي بيتكرموا، ودي لفته طيبه طبعا من النادي الاهلي، دايما ما بينساش رموزه القدامى، وعشان كده خليني استعرض معاك القايمه اللي هيتم تكريمها النهارده. يمكن على مدار الايام الماضيه منذ بدء البطوله تحديدا بطوله الانديه الافريقيه يعني للكره الطايره رجال، كان يوميا بيتم تكريم عدد من رموز الكره الطايره قدامى طبعا اللاعبين، واكيد كل اللي ساهموا في تطوير كره الطايره داخل النادي الاهلي، واللي كان ليهم اكيد نصيب كبير جدا يعني في خروج عدد كبير من عناصر النادي الاهلي الموجوده حاليا في صفوف الفريق. خلينا نستعرض مع حضرتك طبعا القايمه اللي بيتم تكريمها حالا دلوقتي واحنا بنتكلم، كابتن ايمن غزلان، كابتن سامح حمدي، كابتن محمد الشكشاكي، الدكتور ممدوح عبد الرحمن، كابتن حمدي الصافي، كابتن حسام شعراوي، كابتن محمد رؤوف، كابتن عبد اللطيف عثمان، وطبعا هو مدير فريق الحالي للكره الطايره، وايضا كابتن محمد الحسيني وهو مدرب الفريق الحالي، وكابتن محمد السيد، كابتن محمد معوض، كابتن تامر مجدي تايجر طبعا، وكابتن وائل سعيد، وهيتسلم عنه الجائزه كابتن حمدي الصافي، وكابتن محمد كامل رزق طبعا كابتن كتات وهو احد ضيوفك في الاستوديو التحليلي طبعا يا كابتن هيثم. واكيد زي ما انت عارف بيسلم هذه الجوائز وهذا التكريم الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأيضا يعني المهندسة مي عاطف نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأيضا النهاردة بيتواجد أستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وحاليا زي ما أنت يعني شايف خلفي تحية كبيرة جدا من فريق النادي الأهلي تحديدا لكابتن عبد اللطيف عثمان وأيضا كابتن محمد الحسيني اللي بيساهموا حاليا في وصول الفريق لمراكز متقدمة في هذه البطولة. خليني طبعا أقول لك كابتن هيثم أن النهاردة فريق النادي الأهلي داخل بمعنويات مرتفعة جدا تحديدا بعد فوزه في جميع الجولات الماضية، يعني بدءا من الجولة الأولى أمام جرين تيم الكونغولي، وبعد كده طبعا كان في الجولة الثانية الفتح المغربي، وأيضا الأسمنت الإثيوبي في الجولة الثالثة، والعدالة الكيني في الجولة الرابعة، وامبارح زي ما احنا شفنا في دور ال 16 كان امام اسبوار الكونغولي، والحقيقه ان هو حقق نتائج بسكور كبير او بنتيجه 3-0 عكس طبعا بعض الفرق اللي شاركت في هذه البطوله، ولكن الحقيقه كان في صعوبه في بعض المباريات اللي احنا شفناها النهارده واللي كانت سبب كمان في تاخير مباراه النادي الاهلي اليوم، لان الحقيقه كان في طبعا يمكن السيمي فاينل او اللي وصلوا للسيمي فاينل النصر الليبي، وان شاء الله في حاله فوزنا النهارده امام الشرطه الرواندي هنقابل طبعا النصر الليبي وهو احد الفرق المشاركه القويه في هذه البطوله، طبعا قدر ان هو يتاهل للسيمي فاينل بعد ما فاز على دولا الكاميروني بنتيجه 3-2، كانت مباراه الحقيقه فيها يعني نديه كبيره جدا في ارض الملعب وده كان سبب تاخير المباراه، ايضا يمكن السجون الكيني قدر ان هو يتاهل للسيمي فاينل بعد الفوز على هيئه المواني الكيني بنتيجه 3-1، واخيرا بقى مولوديه بو سالم كان هو الماتش اللي بيسبق هذه المباراه، مباراه الاهلي والشرطه الرواندي، مولوديه بو سالم طبعا فاز على بليده الجزائري وقدر ان هو يتاهل للسيمي فاينل، ويمكن دي كانت اسهل مباراه في الكوارتر فاينل، خلصت طبعا 3-0 لصالح مولوديه بو سالم. طبعا خلينا اقول لك اخيرا كابتن هيثم او سريعا يعني يمكن النادي الاهلي والجهاز الفني يمكن كان في امبارح ريكفري بعد الماتش، والنهارده كان في تمرين صباحا، تمرين خفيف طبعا في صالات الجيم، يمكن القايمه مكتمله كلها طبعا للفريق، وان شاء الله ان شاء الله نقدر ان احنا نحقق الفوز النهارده، وزي ما عودناكم طبعا كابتن هيثم والكل مشاهدي قناه الاهلي نكون معاكم بقى بنحتفل بالفوز النهارده والتاهل للسيمي فاينل ان شاء الله، واكيد ان شاء الله يعني الفريق بيسعى لتحقيق اللقب ال 16 في هذه
هذه البطولة. طبعا أنا معاك يا كابتن هيثم، وإن شاء الله إن شاء الله نكون معاك عقب انتهاء هذه المباراة عشان نحتفل بتأهل النادي الأهلي للسيمي فاينل.